أنا محمد المصروع عضو لجنة شعبية. إحنا اليوم موجودين كقوة ومؤسسات وفعاليات في مخيم عايدة. موجودين اليوم للمطالبة بإطلاق سراح الشيخ مأمون. الشيخ مأمون رجل خير، رجل إصلاح. تم فهم رسالته بشكل خاطئ للأسف. الشيخ كان أكثر من موقف مشرف المخيم، كان أسير، كان جريح، هو من عائلة مناضلة. اللي بيصير فيه هو عمل يعني مش صحيح من طالب سيادة الرئيس، من طالب محافظ بيت لحم، من طالب رئيس الوزراء، من طالب قيادة الأجهزة الأمنية جميعا، بإطلاق سراح الشيخ بأسرع وقت. الشيخ بيعاني من وضع صحي سيء، الشيخ معه أكثر من مرض مزمن، لازم يكون هذا بعين الاعتبار. الشيخ لم يسيء، لكن تم فهم رسالته بشكل خاطئ. رسالتنا اليوم كمان إن وضع البلد مش مستقر، احنا عدونا الاساسي هو الاحتلال. هاي الاشياء ممكن تؤدي لمشاكل اهلية. احنا اليوم دورنا نوقف الفتنة، نوقف الاقتتال اللي بيننا، ونحاول نوصل رسالة وحدوية للجميع. اطلاق سراح الشيخ راح يوحدنا كلنا، وراح يحافظ على السلم الاهلي الموجود في المخيم وفي المدينة. فمن هان اجت وقفتنا سلمية. احنا لا بدنا نعتدي على حدا ولا بدنا نسيء لحدا. احنا رسالتنا واحدة، اطلاق سراح الشيخ، واي حدا كان مخطئ يتلقى العقاب حسب القانون وحسب الشرعيه الموجوده عندنا. محمد، هل حاولت التواصل مع الشيخ او مع احد من المسؤولين؟ حاولنا نتواصل مع اكثر من حدا. بسائح حثيثة كانت موجوده، كان في وعودات ان يتم اطلاق سراح الشيخ اليوم قبل الساعه 5، لكن للاسف تفاجئنا في الخبر ان تم تمديد الشيخ 15 يوم. فهذا الاشي انعكس علينا بشكل سلبي، لان تم وعدنا ان يتم اطلاق سراح الشيخ باسرع وقت اليوم، حفاظا على صحته، حفاظا على وضعه، حفاظا على السلم الاهلي، حفاظا على الوضع الوجد. فاحنا من هان بنطالب ان يكون في فعل جدي لاطلاق سراح الشيخ، لان الشيخ يعني هو الى مكانة طبيعية، زلمة ذو خلق حسن زي ما بيحكوا. لم يعرض على اي محكمة، فقط في التحقيق حاليا. لا لا لا، لم يتم عرضه على اي محكمة. لا بس لا، بالنسبة جزاه اخي الكريم، يعني ما عنديش معلومة. عرض على المحكمة قبل يومين، نزلوا له المحكمة واعطوه 48 ساعة تمديد، وكان اليوم نهاية ال 48 ساعة. قدموا له المحكمة اليوم، مددوا له 15 يوم جديد. بالنسبة للشيخ، من حد ما اعتقلوا، يعني احنا وكلنا محامي وتابع القضية وزار المحامي وشاف وضعه. هذا ما حصل يعني لحد الآن، بس بنرجع ومنقول ما تفضل أخونا ان هذا الشيخ لم يرتكب ذنب حتى يلقى في السجن. هذا الشيخ عزيز، كريم، محترم، رجل إصلاح، إمام في مسجد، وكل الناس وكل أهل المخيم وكل أهل المنطقة بيشهدوا بهذا الكلام، بأن هذا شيخ كريم، رجل طيب، رسالته في الحياة للإصلاح والعمل الخير. حتى يوم صار الحادث هو لم يحرض أهل المخيم على الأجهزة الأمنية وعلى أفرادنا، بل بالعكس هو وقف يحكي. وأنا كنت شاهد على هذا الكلام، لأنه هو الشيخ جاري، ويوم إحنا طلعنا تصادفنا بمجموعة من الأجهزة الأمنية فردونا، فهو صار يحكي معهم كلام مثل ما حكيت، إنه يا جماعة الخير هذا الأسلوب خطأ، تتعاملوا مع الناس بهذه الطريقة، تلقوا الغاز القاتل بهذه الطريقة. أنتم مع مين بتتعاملوا؟ أنتم بتتعاملوا مع أبناء شعبكم مش مع أعداء. كيف بتسوي هذا العمل؟ لأن أحكى هذا الكلام ما عجبهم، قاموا بضربه وبالقاه على الأرض وداسوا عليه، وأنا أشهد بهذا الكلام لأن هذا الإشي صار قدامي. في نفس الوقت ثاني يوم ودت وراء دائرة الأوقاف للمقابلة، فكانوا مسوين له كمين من الأمن الوقائي، فقاموا بإلقاء القبض عليه من داخل إيش؟ مكتب الأوقاف. ها طبعا أساليب احنا نرفضها، أساليب المعوجة. احنا نرجع ومنقول قدر الله ما شاء فعل، حصل اللي حصل، لكن احنا نطالب بإخراج الشيخ من السجن حالا وسريعا، لأن لا يستحق
أن يكون في السجن، بل هذا يستحق أن يكون معزز مكرم في مسجده وفي بيته وبين أهله وبين أهله وإخوانه وحبايبه.